إذن لمناقشة ملف مشروع ميناء الفا والتلكؤ الحكومي والشبهات التي تشوب هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أستاذ زياد مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح للجنة الخدمات النيابية أكدت وجود ما وصفته بالمناورة بشأن استبدال شركة دايو الكورية المنفذة لميناء الفا، وذلك يعني بعد تنفيذها أحد أكبر كواسر الأمواج في العالم. لكن السؤال المطروح هنا أستاذ زياد، هل نحن أمام صفقة فساد مليارية جديدة أم أن الحكومة جادة بإنجاز هذا المشروع؟ نعم، تحياتي لكم ولكل المشاهدين الكرام. ميناء الفاو، مشروع ميناء الفاو هو من المشاريع العملاقة في داخل العراق، وتريد الحكومات أن تقدم هذا المشروع بعد أن فشلت في كل المجالات الصدمية في داخل العراق، التجارية والأمنية إلى آخره. هذا المشروع من المشاريع المهمة جدا، ويعتبر حيوي وشريان رئيسي للاقتصاد العراقي لاحقا. عندما تم التعاقد مع شركة دايو لم يكن بحسبان الميليشيات والميليشيات الولائية أو الأحزاب الفاسدة في العراق أن تنجز شركة دايو هذا المشروع، رغم المعرقلات ورغم عمليات الابتزاز التي تعرضت لها الشركة، لكن مع ذلك أنجزت المشروع القسم المناط بها، وهو كاسر الأمواج والذي دخل موسوعة جينيس العالمية كأطول كاسر أمواج في العالم. ولكن عندما أصبحت الأمور تتجه نحو إنجاز هذا المشروع، وبعد أن قامت الكويت بإلغاء مشروع مماثل لها في الكويت لعدم الجدوى، أصبح الأمر شبه واضح. لذلك شاهدنا كلنا انتحار، ما يسمى انتحار، مدير شركة دايو. شركة دايو شركة عالمية لا تخضع للابتزاز ولا تتعامل بالأمور الثانوية، على الأقل حسب، لا تريد أن تغامر بتاريخها، وهي شركة عملاقة ومختصة في مجالات عديدة. لكن مع ذلك عندما أصبح أمر الواقع حال، اتخذت الحكومة وبضغط مباشر من الأحزاب ومن الميليشيات قرار بإنهاء عمل هذه الشركة بحجج يعني واهية تعتبر. لأن هذه الشركة ممكن أن تنجز المشروع المناط بها، وهذا يعني اقتصاد كبير للعراق ومشروع ضخم يحتاج إدارة بعيدة عن إدارة العصابات والمافيات التي تدير المنافذ الحدودية والموانئ العراقية، وهذا يعني أن العراق سيستفاد ماديا، وهذا ما لا تريده تلك الميليشيات. طيب أستاذ زياد، على ذكر حادثة الانتحار المزعومة، بعيدا عن الرواية الحكومية عن انتحار مدير شركة دايو التي تفضلت بها قبل قليل، هناك أطراف سياسية طبعا تتحدث وتتهم الميليشيات الموالية لإيران بتصفية المدير الكوري لأنه رفض إشراكها في أرباح مشروع الميناء. هذه الحادثة هل هزت ثقة المستثمرين في العراق أستاذ زياد؟ بكل تأكيد المستثمر اليوم معروف، رأس المال جبان، هذه قاعدة اقتصادية مهمة متداولة في كل العالم، رأس المال جبان. فالمستثمر هنا هو صاحب رأس المال، يريد الاستثمار في منطقة آمنة. والعراق للأسف الشديد رغم وجود فرص استثمارية هائلة وفي شتى المجالات، وليس في يعني مسألة الميناء أو غيره، للأسف الشديد تحرص الميليشيات وتحرص الأحزاب الفاسدة وخاصة الولائية على زعزعة الأمن بطريقة أو بأخرى. فكل يوم لا تستطيع هذه الأحزاب والميليشيات إلا بخلق عدو، تارة تقصف التجارة السعودية، وتارة تهدد الكويت، وتارة تقصف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية والمطارات، أو تتهم أحد مكونات الشعب بالخيانة. وآخر شيء كلنا شاهدنا أنها تتهم ثوار تشرين الأحرار ومنهم شباب بعمر الزهور بأنهم جواكر ويرتبطون مع جهات أجنبية، والكل يعلم أن ذلك غير صحيح. وهذا الأمر يعني من بنات أفكارهم التي ترتبط بعقائدية الحرس الثوري وعقائدية إيران، وهذا شيطنة المجتمع. لذلك الاستثمار لا يريد أن يأتي إلى هذه البيئة. أما مقتل صاحب رئيس شركة دايو في العراق، في داخل العراق، فلحد الآن لم نجد الفيديوهات التي تبين أنه انتحر لحد هذه اللحظة، علما بأن الكاميرات موجودة في هذه الشركة في كل مكان،
كيف أخفيت كل تلك الفيديوهات في كل مكان وفي مكتبه، ووجدنا أنه انتحر. الحقيقة الرواية هزيلة وغير واقعية، ولم تأتي الحكومة لحد الآن مثلها، مثل ما قتل الناشطين والمدنيين والصحفيين عندما تشكل لجان تحقيقية لم تخرج بنتائج نهائية أو نتائج حقيقية ممكن أن تقنع العراق والجمهور العراقي وكذلك المستثمر الذي يجد بأن هذا الأمر مجرد تهديد وإبعاد المستثمرين من داخل العراق. أستاذ زياد، لجنة الخدمات النيابية يعني ألمحت إلى وجود ضغوط إقليمية قد تحول دون إنجاز هذا المشروع، من وجهة نظركم ما له المصلحة في ذلك؟ لا شك أن العراق واقع تحت نفوذ عدد من الدول، ولكن النفوذ الأول هو النفوذ الإيراني. اليوم إيران تعاني من وضع اقتصادي متهالك، إيران تعاني من حصار أمريكي وعقوبات دولية بسبب سياساتها، ولا يستنى في صدد مناقشتها ولكن بمناقشة وضع الاقتصاد الإيراني. الذي أصبح في السنوات الأخيرة يعتمد اعتماد بشكل كلي على العراق واستغلال الخط الحدودي الذي يربط بين العراق وإيران. اليوم كان لقاء السيد الكاظمي مع مدير المنافذ الحدودية في داخل العراق عمر الوائد، وأجرى معه لقاء وأكد خلال هذا اللقاء حسب البيان الرسمي على تفعيل الحدود الرسمية، وذكر ولمح بأن هناك منافذ حدودية غير رسمية. هذه المنافذ الحدودية الغير رسمية يعني تهريب، يعني سرقة أموال الدولة. إيران هي المستفيد الأول والأخير، فليس لدينا منافذ غير رسمية إلا مع إيران. فالسعودية وكل يعلم والكويت وبقية الدول لدينا منافذ معلومة للجميع، إلا إيران التي لديها منافذ غير معلومة للجميع، وهذه تعتبر منافذ لتهريب السلاح وتهريب البضائع الفاسدة ونقل الأموال والدولار إلى آخره. لذلك إيران هي المستفيد الأول والأخير من هذا الأمر. نعم. عبر سكاي من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.